ما تنسوش السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، خطة المنتخب وطريقة أداء المنتخب وأفضل تشكيل ممكن يلعب بالمنتخب، هل ممكن يتغير في اللقاء اللي جاي؟ احنا بدأنا المباراة اللي فاتت بطريقة 3-4-3، هل ممكن يرجع ل 4-2-3-1 في لقاء غينيا بيساو، ولا دي الطريقة اللي خلاص هينتهجها حسام حسن في إدارته للمنتخب في الفترة اللي جاية؟ ده أكيد مستنيين نسمع رأي حضراتكم، ولكن عندنا رأي فني مهم جدا محتاجين برضو نسمعه من خلال زميلنا كريم سعيد المحلل الرياضي، عشان نتكلم معاه على مباراة مصر وبوركينا فاسو، ونتكلم معاه على التصفيات الإفريقية إجمالا لأن فيها مفاجآت مدوية في عدة مجموعات حتى الجولة الثالثة، ومع الجولة الرابعة أكيد المفاجآت هتفضل مستمرة. كريم مساء الفل. مساء الفل يا محمد، ومساء الفل لكل مشاهدي خط الإذاعة. طيب أول حاجة عايز أعرف رأيك في مباراة مصر وبوركينا فاسو، الفوز بهدفين مقابل هدف، طريقة اللعب اللي بدأ بيها حسام حسن في هذا اللقاء، هل بتختلف معايا عن 3-4-3؟ هل الشوط الثاني غير الطريقه؟ يعني شفت ده ازاي قبل ما اتكلم معاك بقى على مشوار التصفيات بشكل عام، وشفت المجموعات ازاي؟ اكيد اهم حاجه هنقولها في ماتش بوركينا فاسو هو الثلاث نقاط، ده اهم مكسب المنتخب طلع بيه. ما اعتقدش في اي شيء ثاني ممكن يعني ايجابي اقدر اتكلم عليه، هو بدايه كويسه قدرنا نجيب هدفين بمجهود فردي يشكر عليه طبعا محمود حسن تريزيجيه. للاسف بعد الهدفين شفنا خلاص يعني المنتخب وكانه خلص المهمه بتاعته. المدير الفني لبوركينا فاسو وتراوري شفناه عمل ثلاث تغييرات محمد بين الشوطين، قلب تماما بيهم المباراه في الشوط الثاني. منتخب مصر بيلعب على استاد القاهره على ارضه وسط جماهيره، بيلعب مدافع زون ديفنس لغايه لما نزل عمر كمال عبد الواحد، والطريقه اتقلبت من 3-4-3 لما يشبه 4-5-1، وبدانا نعمل نحافظ على فارق الهدف بعد ما نجحوا ان هم يخلصوا الفارق. هي المباراه الاولى للكابتن حسام حسن الرسميه، مش هقدر اقول لك يعني ان هو هينتهي 3-4-3، لان انا على المستوى الشخصي اؤمن ان هو لعب بثلاثه في الخلف بسبب عدم وجود ظهير ايسر اساسي وعدم اقتناعه بان هو يدفع بعمر كمال عبد الواحد من بدايه المباراه، ولكنه اضطر انه يدفع بيه في وسط المباراه بعد ما الدنيا اتزنقت ولجا لعمر اللي فعلا اخله الجبهه اليسرى اللي كانت محتلاها بوركينا فاسو بشكل ثابت جدا 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 في الشوط الثاني. لكن انا باكد لك مع عوده محمد حمدي للمنتخب في المباراه القادمه المنتخب هيلعب ب 4-3. هيلعب بطريقه كم؟ 4 هيلعب 4-3-3. 4-3-3. ايوه. طيب هل اتفاجئت في الشوط الثاني من اداء المنتخب، ولا كنت متوقع ان اول مباراه رسميه اكيد هيبقى فيه قلق لا قدر الله لو في تعادل او خساره؟ اكيد طبعا الشكل كان سيء، الشكل كان وحش، خلينا نكون صراحة. طبعا يعني الانتصار هو المهم، وعايز اقول حاجه بصراحه عشان احنا الجدال ده هنخش فيه كتير خلال التصفيات. بكل امانه يا جماعه احنا يعني احنا ورا المنتخب ورا الكابتن حسام عشان نقدر نوصل، لان بصراحه يعني التصفيات مفيش مساحه فيها للسقوط، ومفيش مساحه ان احنا يعني يتقال في نسخه تاهل 9 مقاعد ونصف من افريقيا منتخب لا قدر الله حصلت له هزه، فاحنا ان شاء الله بكل امانه يعني نحاول ان احنا نمشي خطوه بخطوه. بكل امانه محمد الاداء انا بقولها لك بكل امانه مش هيتطور بشكل كبير جدا زي ما الناس متخيله، احنا هنفضل نلعب بالشكل ده كتير لان احنا عندناش سيستم، احنا بنلعب معتمدين على مهارات اللاعبين الفرديه، وده اللي حصل فعلا في بدايه المباراه. فالشكل انا ما اعتقدش ان هو هيتحسن كتير، نتمنى بس ان احنا ناخد المباريات الجايه يعني زي الاختبارات كده واحده واحده، ونجمع النقاط لغايه لما نضمن الصداره، والحمد لله الحمد لله ان كل نتائج المنافسين لغايه دلوقتي بتساعدك. اكيد النهارده المنافس المباشر ليك يعني غينيا بيساو باذن واحد احد نكسبها يوم الاثنين، انا بقول لك مجموعه مصر خلاص انتهت بنسبه 80%. اكيد، لان كمان حتى الجوله الاخيره في الدور الاول اثيوبيا هتستضيفها هنا في القاهره، تكسبها ان شاء الله تبقى 15 نقطه، فانت يعني بتبتعد لان كل الفرق بتتعادل مع بعضها، فانت ممكن تبقى مخلص 5 جولات ينص التصفيات وانت اقرب المسافات بينك وبين المنافسين حوالي 6 نقاط 7 نقاط يعني.
الو. طب كريم حاول تتحرك بس شويه عشان الصوت بيقطع. طب يا جماعه حاولوا ترجعوا تاني لزميلنا كريم سعيد المحلل الرياضي، اللي كمان عايز اخد رايه في نقطه مهمه جدا. لو نبص كده على جدول التصفيات في كل المجموعات هتلاقي مفاجآت مدويه، يعني السودان اللي بتلعب بدون دوري، منتخب السودان بدون دوري متصدر المجموعه على حساب السنغال، السودان 7 نقط، السنغال 5 نقط. كريم. محمد سمعني كده كويس؟ اه كده افضل، كويس اتفضل. كده كويس. تمام انا معاك. طيب هسألك على شكل التصفيات، شايفين مفاجآت؟ يعني السودان متصدرة المجموعة على حساب السنغال، ليسوتو برضه متصدرة مجموعة فيها جنوب أفريقيا ونيجيريا، ليبيا متصدرة مجموعة فيها أنجولا، ويمكن الكاميرون النهاردة متقدمة ممكن تتساوى مع ليبيا في عدد النقاط ب7 نقاط. يعني المغرب، ساحل العاج، تونس، مصر، دول لغاية دلوقتي بدون مفاجآت، لكن الجزائر خسرت على أرضها أمام غينيا كوناكري، مدغشقر متصدرة على مجموعة فيها غانا ومالي. المفاجآت كتيرة في التصفيات يا كريم. صحيح، بس طبعا اكيد ان المفاجآت لما نتكلم عليها هنتكلم على كل منتخب على حده، لان اكيد كل منتخب له ظروفه الخاصه. يعني المنتخب الجزائري انا اعتقد برضه طبعا بعد مرحله جمال الماضي بيشكل جبهه، يعني جيل جديد وبيشكل وقت جديد مع جهاز فني جديد. انا شفت ملخص المباراه بصراحه، المنتخب الجزائري عايز اقول لك ما كانش عنده يعني فرص كتيره. ومنتخب غينيا عمل مباراة فوق الممتازة، كانوا بيلعبوا كرة حلوة جدا، الأهداف بتاعتهم جاية من لعب جماعي، فريق حلو بيلعب كرة حلوة بكل أمان. حتى المنتخب الجزائري برضو جاب هدف من مهارة فردية عن طريق الجبهة اليسرى. ربما طبعا أتمنى على مستوى الشخص طبعا إن هم يعني يلموا ورقهم ويقدروا يحسنوا نفسهم في الفترة الجاية. المنتخب الليبي طبعا أكيد يعني بيحاول يرجع زي ما كان زمان، واعتقد عندهم دعم كبير جدا 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 من المسؤولين الرياضيين في ليبيا. احنا لما كنا في ليبيا مؤخرا مع النادي الاسماعيلي وهو بيلعب شقيقه الاهلي الليبي في احتفاليه المئويه بتاعته، شفنا بصراحه هناك في شغل كبير جدا يا محمد على مستوى الرياضه، وده منعكس حتى شفناه حتى على كره السله، وشفناه على المنتخب ادائهم بيتطور وبيتحسنوا وبيخرجوا، ونتمنى لهم طبعا كل الخير ان هم يرجعوا زي سابع عهدهم. وانا اتمنى بصراحه المنتخب الليبي ان هو يعمل المفاجاه ويخطف بطاقه الترشح على حساب الكاميرون. طبعا انا معاك ان الكاميرون دلوقتي كسبانه وهتتساوى مع بعض، بس اكيد المباراه اللي هي اللي هتبقى ما بينهم في الدور الثاني هي في العوده، يعني هي اللي هتبقى اكيد. المنتخب السنغالي برضه انا شفت مباراته بصراحه، منتخب الكونغو الديمقراطيه خطف، يعني كان عنده فرص وقدروا ان هم يخطفوا هدف التعادل في الدقيقه 86. واعتقد كان بصراحه حرام ان هم يختاروا، ان هم لعبوا مباراه ممتازه جدا مع السنغال على ارضها وسط جماهيرها، واعتقد ان هم يعني ماشيين بشكل كويس يبقوا منافس قوي للسنغال. السنغال مش هتبقى يعني رحلتها للحصول على التذكره سهل زي ما هم معتقدين. والمغرب كمان اعتقد حظوظها في المجموعه كبير، يمكن حظها كبير، يعني حتى الكونغو برازافيل عندها مشكله، او الكونغو الديمقراطيه عندها مشكله في ملعبها، فالفيفا قرر نقل مباراتها، بدل ما تلعب في ملعب موحد هتلعب في المغرب. فالمغرب حظها كويس ان حتى اريتريا خرجت بره التصفيات، يعني حتى المجموعه الوحيده اللي فيها 5 منتخبات مش 6 منتخبات. بص انا اعتقد مهمه تونس ومهمه كوت ديفوار ومهمه المغرب اعتقد سهله، حتى يعني يكفي مثلا المنتخب التونسي في مجموعته لعب 3 مباريات كلين شيت، ما دخلش فيه ولا هدف، المنتخب بيمشي بشكل كويس جدا. المنتخب المغربي برضو بصراحه منتخب قوي للغايه، قوي جدا 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 من الناحيه الفنيه، عنده لاعبين مميزين وماشي كلام بشكل كويس في الفتره الاخيره. برضو اعتقد منتخب كوت ديفوار ماشي بشكل مميز، 3 مباريات 12 هدف كلين شيت، برضو اعتقد يعني مهمتهم في المجموعه سهله. طبعا بص محمد بكل امانه عدد المقاعد لما يصل للرقم 9 ده يفترض ان ال6 منتخبات او ال7 منتخبات الكبيره في القاره يوصلوا بسهوله، يعني المفروض مفيش مشاكل لتونس، لكوت ديفوار، لمصر، للمغرب. بس طبعا نتمنى ان ليبيا تعمل زي ما قلت مفاجاه على الكاميرون، بس يفترض المنتخبات الكبيره ما يبقاش عندها ازمه يعني. تمام. طيب زميلنا كريم سعيد المحلل الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات والمعلومات الهامه، كانت إطلالة مهمة جدا على مباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، وكمان حديث مهم عن التصفيات الإفريقية
احنا بنتكلم على يعني 19 مجموعات فيها مباريات كثيره وعديده، ولكن حتى الان المفاجآت مستمره ووارده حتى في الجوله القادمه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، لسه عندي مفاجأة متعلقة بموقف الأندية المصرية للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل. الكل بيتكلم على الاتحاد المصري هيعمل إيه، لكن النهاردة جايب لكم إجابة جديدة، الاتحاد الإفريقي هيعمل إيه. فاصل ثم نواصل.